الله وبركاته. معكم شريفة يتيم، أخصائية وأول إماراتية حاصلة على شهادة البورد لمحلل السلوك specifically applied behavior analysis. طبعاً أشكر طاقم مدرسة Future Leaders International Private School لاستضافتي. نتكلم عن الوعي على التوحد للطلاب للصف الخامس والسادس وأولياء الأمور. طبعاً أشكر مدرسة Future Leaders إنهم خذوا برنامج الدمج أصحاب الهم في المدرسة، وهذه البداية ما تكون بس دمج أصحاب الهمم ولكن تغيير الفكر للطلاب عشان يستقبلون الطلاب اللي عندهم قدرات مختلفة، اللي عندهم طرق مختلفة. فهذه النقطة وايد مهمة قبل لا تبتدون للدمج، إن تكونون كلتشر في المدرسة اللي ممكن يستفيدون الطلاب عشان يستضيفون هالطلاب اللي عندهم قدرات مختلفة. فحبيت أشكر الطاقم وإن شاء الله ليات أكثر. وطبعاً هذه وصايا من الشيخ زايد الله يرحمه، إن نكون متسامحين في عام التسامح. شكراً.